السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، برحب بحضراتكم استكمالا لفقرات استاد الأهلي معاكم دايما مستمرين في هنا في قناة الأهلي. طبعا كل المعلومة الصغيرة والكبيرة لفريقنا وكل معلومة داخل جدران النادي الأهلي بنحاول نقدمها لكم. طبعا يعني ما زلنا مستمرين وكلامنا عن مباراة الأمس، مباراة الأهلي والمقاولون وفوز كبير جدا للنادي الأهلي على المقاولون 5-2. يعني واحنا بنشوف هذه النتيجة وهذا الأداء المميز جدا أكيد بنسعد بفريقنا، اكيد بنقول الله على جمال الاداء، الله على جمال اللاعبين وادائهم المتميز جدا وجزئيه الهارموني الكبيره اللي موجوده. واحنا بنتكلم على مجموعه من اللاعبين ممكن تطلع وتخش وتكون مش موجوده الماتش اللي بعديها، بيجي مكانهم لاعبين متميزين ايضا بيأدوا بنفس الشكل وبنفس الاداء. دي حاجه مطمئنه بشكل كبير على فريقنا فريق النادي الاهلي، وبتخلينا بقى نفكر في المرحله القادمه، ليس بطولة الدوري فقط ولكن بطولة أفريقيا اللي احنا منتظرينها بقالنا فترة. أعتقد أن الجمهور بيطمئن بيقول لا فريقنا إن شاء الله من خلال أداء من خلال اللاعبين المتواجدين حاليا بطولة أفريقيا إن شاء الله هتبقى في سنة أو العام اللي احنا هنبقى فيه إن شاء الله تكون من حساب النادي الأهلي أو من نصيب النادي الأهلي في ظل الأداء المتميز وفي ظل الاستقرار الفني والإداري في النادي الأهلي. ده اللي احنا نتمناه من خلال طبعا الجدول الدوري، واحنا بنقول النادي الأهلي بعد فوزه على المقاولون العرب وصل للنقطة 60 وبيبتعد عن المنافسين، أقرب المنافسين ليه. لما نيجي نتكلم على فريق الإسماعيلي عنده 46 نقطة، يعني أعتقد إن احنا إن شاء الله إن شاء الله في ظل الأداء والنتائج دي احنا هنخلص الدوري بشكل بدري عن كمان السنة اللي فاتت. لكن إن شاء الله ده محتاج طبعا جهد أكبر واجتهاد أكبر من اللاعبين، وزي ما احنا بنتكلم ممكن احنا بنتكلم بره احنا سعداء وإن احنا ممكن النادي الأهلي خلاص، لكن جوه التيم وكابتن حسام البدري والجهاز الفني والاداره واللاعبين عارفين ان الدوري ما بيخلصش غير بصفاره الحكم او صفاره الاخر مباراه بالنسبه لنا تكون بتنهي عدد النقاط، او عدد النقاط بيبقى فارق مع المباريات المتبقيه. فبالتالي ان شاء الله يكون هو ده تركيزهم، واعتقد ان شاء الله هو ده التركيز اللي عند اللاعبين هو انهاء هذه البطوله بدري عن الاسابيع الاخيره.